صرت لي وبركاته. اخباركم شباب؟ عساكم طيبين، معكم ريان او بسكوت. اليوم شباب حبيت اغير الثيرمال بيست حق الجي بي يو، اعطيكم اياه بالعربي. حبيت اغير المعجون الحراري حق كرت الشاشه. طبعا كرت الشاشه اللي عندي هو 1080 جي تي اكس 1080، طبعا صار له تقريبا 3 سنوات معي، وقلت الحين هو صراحه ما يرتفع حراره، بس لكن فيه يعني بالأداء أتوقع أنه في تناسب بين الحرارة والأداء، فعشان أكسر السرعة صح، عرفتوا كيف؟ أبي أحط له معجون حراري إيش اسمه أفضل من اللي هو موجود عليه الحين، وبعلمكم كيف تفكون الكرت، يعني زي ما تقولون تعلم، شوفني وتعلم. زي ما تشوفون هنا هذا البي سي، فكيت اللي هنا، فكيت اللي من هنا، مو الزبدة اني طلعت الكرت الشاشة، فكيت البراغي اللي هنا تمام. هذه لا ما تنفك، 1 2 3 4 5 6 7 تمام. تجي تفك اللي هنا 1 2 3 4 تمام. بعد ما تفك هذول الحين اعلم ايش تسوي. الحين تجي تفك من هنا، شوف ترفع هذه فوق، شوفوا بدا ينفك. انا طبعا بمسك بيدي الثاني عشان ايش لا يطيح علي. زي ما تشوفون انفك، طبعا تشوفون هنا في كيبلين ثلاثة تقريبا، تشوفون هذاك، ففكوهم شوي شوي، انتبهوا عشان لا ينكسر او شيء. تشوفون شباب صار عندي قسمين، هذا هو الجي بي يو الاساسي، هذا تقدر تركب عليه تبريد ماي، هذا هو كرت الشاشة، هذا قسم كله تبريد، يعني تتخيلون انه هذا هو، يعني هذا هو كرت الشاشة الحالة، شفتوا طالع منه وسخ وحالته حالة، تشوفون لازم له تنظيف. فبمسح الغبار اللي عليه. أهم شي انتبهوا هذي لا تقطعوهن، ترى هذا حق التبريد، انتبهوا لا تقطعون، لأنه هو يجي زي المعجون، زي المعجون بالضبط. شوف إذا تبي تنظفون هذا واللي على الكرت الشاشة لازم كحول عشان يطلع، اذا ما عندكم كحول عندكم مسحة طبية، في السبراي، في العطر، كل هذه كحول، عرفتوا كيف؟ اختار اللي يعجبك واستخدمه، بس انا افضل المسحة او البخاخ لان تركيزها اعلى بالكحول، مو مثل العطر، العطر اخاف انه يخرب او شيء زي كذا لانه مو صافي. شباب شوفوا ما شاء الله بعد ما نظفت صار يلمع. هلو دي واضح عاد شيء، وهذه نظفتها بعد، هذه طبعا انا اظل دائما مرمة يعني ما تظل نظيفة، يعني ما تصير تلمع عادي، ما تظل شوفوا ما تظل عادي. الزبدة بستخدم ذا الثيرمال بيست تمام، ولا استخدم على نفس السي بي يو اللي عندي تمام. وشكلي اصلا بغير السي بي يو اللي على السي بي يو، راح اغيره بس ما راح اصوره. اهم شيء عندكم الحين اللي هو كرت الشاشة، لأن كرت الشاشة فكه أصعب، أما السي بي معروف كيف تحطه. ونقول بسم الله، حط بس نقطة تمام، حط بس نقطة. حد أبى أسوي شيء ثاني، بس لحظة أعطوني لحظة، خلنا أودي الإبرة هناك وقفلها زي ما تشوفون، قد اقفلها. في هنا زي حقة الفرد، شفتوها؟ عشان ايش؟ توزع الثيرمال بيست. فنقول بسم الله ونوزع زي ما تشوفون. وزعتها، في زيادة هنا، زيادة ايش تسوي فيها؟ شيل هذا فوق، شوفوا المكان هذا اللي هنا، حطه هنا عادي، ها نظف المكان ذا فيها. ما يضر ابد، خلصنا من هذا كله، نطبق هذا فوق هذا، ولا تنسون تشبكون الاسلاك كل واحد بمكانه بالضبط. الله، المعجون راح يصير يتوزع على حسب ضغطتك للسكروب تمام. فانت لازم تسوي زي الاكس، عرفت كيف؟ سوي زي الاكس، بعدين اربطها ذول، هذول عاديات ما مهمات لها الدرجة. فشديت هذا شوي، والحين بشد ذا شوي عشان يتوزع 100%.
تمام ثم اخذ الثالث واحطه هنا شايفين كيف عشان انت توزيع بالضبط.